السلام عليكم أعزائي طلبة الفرقة الثالثة جنرال والتانية كلينيكال بي. هنتكلم النهاردة على الجزء الأخير في الكروماتوغرافي. كنا وقفنا على الابليكيشن اوف اتش بي ال سي. ايه هي الابليكيشن بقى اللي انا بستخدم فيها الاتش بي ال سي؟ عندي تو ابليكيشن اللي هو كواليتيتيف اناليسيس، يعني اعرف ده مين، اللي هو الايدنتيفيكيشن يعني، والثانيه اللي هو كوانتيتيتيف اناليسيس، يعني كميته كام. وده هي الاساس بتاع الكروماتوجرافي. احنا في الايدنتيفيكيشن بنستخدمه في حالات يعني لما تبقى شاكك في حاجه، لكن هو الاساس في الايدنتيفيكيشن يمكن بيستخدموه جسم الفارماكوجنزي اكتر شويه. طيب الكواليتيتيف اناليسيس دي اللي هي سيباريشن اوف ميكشر اوف كومبوننت، زي كده يعني لو عندي ميكشر من اربع مركبات او خمسه او سته او سبعه، انا اقدر بسهوله افصل كل مركب عن الثاني، حيث ان كل بيك من البيكس دي تمثل مركب مختلف. ده يبقى سيباريشن اوف كومبوننت، يعني انا قدرت افصل كل واحد عن الثاني. رقم اثنين في الكواليتيتيف اناليسيس اللي هي بيوريفيكيشن اوف كومباوند. لو انا عندي مركب وشاكك ان هو في امبيوريتيز او حصل له ديجريديشن، انا بشغل احطه على الكولم ويعني واعمل اليوشن ليه على الكولم بالاتش بي ال سي. لو ظهر تو بيكس يبقى كده المركب مش بيور، لو ظهر بيك واحد يبقى المركب بيور عندي. فانا عندي هنا كومباوند اللي هو بتاعي، وعندي بيك صغيره كده دي اما هي ديجريديشن او امبيوريتيز او ادلتريشن. خلاص طالما طلع اثنين بيك وهو المفترض يطلع بيك واحد، يبقى في هنا امبيوريتيز او ديجريديشن او ادلتريشن. يعني الايدنتيفيكيشن اوف كومباوند يعني معنى ان انا عندي مركب انون وعايز اشوفه هل هو مثلا المركب الفلاني يعني. فانا بجيب الستاندرد، الستاندرد ده هو مثلا فور اكزامبل الكافيين عندي، والمركب الانون هو عايز يعرف هل هو كافيين ولا لا. لو المركب الستاندرد بتاعي اللي هو يوسنتك طلع عند مثلا اربعه والانون طلع عند سبعة، يبقى ده مش هو ده، يبقى خلاص المركب هنا ده الانون مش هو اليوسنتيك. طيب لكن لو طلع المركب بتاعي اللي هو الاخضر ده عند نفس المكان بتاع اليوسنتيك، ده معناها ان الانون هو اليوسنتيك. خلاص فده انا عملت كده ايدنتيفيكيشن المركب بتاعي. طيب الكوانتيتيف اناليسيس اللي هو ان هو بيستخدم بيعمل كاليبريشن كيرف من تركيزات مختلفة. هناخد تركيز صغير واكبر منه اكبر اكبر لحد ما توصل لاعلى تركيز، ما يقلش الكاليبريشن عندك عن خمس تركيزات، وتعمل علاقة ما بين البيك هايت، ارتفاع البيك ده البيك هايت، الارتفاع البيك والكونسنتريشن، ترسم علاقة. طب انا لو عندي النون هيديك بس اللي هو البيك هايت زي في الحالة دي، ده الانون بتاعي، فانا ما عنديش غير بس اللي هو ايه البيك هايت. فالبيك هايت بتاعه هحدده على الجراف بتاعي، واخد خط على الكاليبريشن وانزل بيه يديني الكونسنتريشن. دي بيسموها هم بيسموها اكسترنال ستاندرد ميثود، يعني يعني مبالغه هو يعني اكسترنال ستاندرد، هو اساسا ما بيستخدمش انترنال ستاندرد، يعني بيستخدم بس اليوسنتك بس في الموضوع ده. خلاص في طريقه ثانيه ده بيسميها اكسترنال ستاندرد، في طريقه ثانيه بيسموها انترنال ستاندرد ميثود. انترنال ستاندرد ده ان هو بيضيف ماده شبيهة جدا بالمادة بتاعتي على المادة على اليوسنتك بتاعي. يعني مثلا عندي مورفين اشبه حاجة للمورفين ايه اللي هو الكودايين، فيروح جايب المورفين كستاندرد
ويعمل منه سيريس يعني كاليبريشن كيرف يعمل, ويضيف عليه تركيز ثابت من الكوديين خلاص, فبيثبت لي النسب. فهو بالتالي بيرسم علاقة ما بين الريشيو البيك بتاعت الكومباوند على الستاندرد خلاص, اللي هو الانترنال ستاندرد بتاعي. يعني مثلا البيك بتاعت دي اللي هي المورفين على البيك بتاعت الكوديين في نفس الحالة هنا برضو, فهيديك علاقة ما بين هيرسم علاقة ما بين الكونسنتريشن of compound اللي هو المورفين بتاعي على البيك هايت اريا. يبقى هو هنا هيرسم ريشيو يعني هو بيك هايت ريشيو بتوين الكومباوند والانترنال ستاندرد. طبعا لما يبقى عندي النون زي الحاله دي, النون هياخد الريشيو اللي طالعه دي ويشوفها مكانها فين في على الجراف ويوصل بيه الستريت لاين, وبعد كده يديني الكونسنتريشنز. لما يعني احنا انتهينا من جزء الاتش بي دي سي هندخل على الجاز كروماتوجرافي. والجاز كروماتوجرافي طبعا ليه استخدامات عديده جدا, وخصوصا في الانفايرومنتال اناليسيس والحاجات اللي هي وفي الفارماكوجنوزي. طبعا التكنيك هو يشبه الاتش بي دي سي في معظم الكومبوننتس, بس احنا بنستخدم موبايل فيس هنا جاز. يبقى الموبايل فيس لما كان في الاتش بي دي سي كان ليكويد, هنا الموبايل فيس جاز. طبعا الجاز ده هيستلزم كولم مخصوصه وهيستخدم افن وهيستخدم ان الماده المفروض تكبى عندي فولاتايل. طيب زي ما احنا قلنا في كل جهاز لازم نجاوب على الثلاث اسئله, وات از انسترومنتيشن, how we can develop gas methods, what is the application of gas chromatography. الانسترومنتيشن بتاعي بسيط جدا, يعني شبيه جدا بال اتش بي دي سي. احنا كنا في الاتش بي دي سي نقول موبايل فيس ريسيرفوار, هنا اللي هو الجاز سبلاي, يعني انت بتستخدم يعني اسطوانه جاز. في هنا الفلو كنترولر يعني لازم نتحكم فيه طبعا الفلو ريت بتاعي. بعد كده يبقى في عندي افن, الافن ده بيبقى داخله كولم بتاعي. في انجكتور هنا قبل ما يدخل الكولم. طبعا احنا متفقين على ان اي سامبل قبل ما اعمل لها اناليسيس لازم اعملها يعني انجكشن انجكشن او يعني انترودكشن, ان انا بدخلها داخل الكولم بتاعي. طبعا في هنا السبتم, والسبتم ده بيبقى درجه حرارته يعني مرتفعه حوالي 50 درجه اعلى من الفولا اللي يعني الميلتنج بوينت او الفابوريشن بتاعت الماده بتاعتي. بعد كده بتعدي على الديتكتور. الديتكتور احنا قلنا الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو بيعمل مونيتورنج للماده اللي بتدخل عليه. وبعد كده بعمل ريكورد ان انا بسجل الداتا, بيبقى يعني في معظم الحالات ان انا بستخدم كمبيوتر يعني. طيب انا امسك كل جزئيه على حده. فالجاز سبلاي اللي عندي المفروض بيبقى يعني جاز فري فروم اكسجين, ولازم يبقى انارت, ولازم يبقى دراي. معظم الجاز اللي انا بستخدمها زي الهيليوم الارجون النيتروجين او الهيدروجين خلاص. الجاز ده شود بي هايلي بيور. ليه؟ لان لو في امبيوريتيز هتتفاعل مع الماده بتاعتي, وبالتالي يطلع لك مركب ثالث اساسا, يعني مش هو المركب اللي انت عايزه. برضو المفروض يبقى خالي من الووتر فيبر, او يعني ما فيش اي تريس من الجازيس زي الهيدروكربون. ده ممكن يعمل لي رياكشن بتوين السامبل والهيدروكربونز اللي هي موجوده. سامبل انجكشن سيستم ده المفروض يبقى فيه ان انا بحضر السامبل, لان السامبل بتاعتي لازم تبقى فولاتايل. يعني ما ينفعش الماده ما تبقاش فولاتايل واعملها بالجاز. يبقى لازم الماده يا اما هي فولاتايل باي اتس اون سيلف, او ان انا بعملها فولاتايليزيشن, ان انا بعملها دريفاتايزيشن بريجنتس معينه يعني خلاص. بحضر الماده ازاي؟ ان بحضر الماده ان انا بجيب الماده وبعمل لها سايليليشن. لو هي مش فولاتايل مجموعة السايلايل دي تراي ميسايل سايلايل, ده بيساعد المادة تبقى فولاتايل
خلاص. طيب يعني في حاجات تانية زي اللي هو التراي فلورو أستايل أسيتون أو الهكسا فلورو أستايل أسيتون، ده بيخلي المادة بسرعة يحصل لها فولاتيليزيشن. هنا فانكشن جروب، كل فانكشن جروب ليها ريجنت معين. أفضل ريجنت أنا بستخدمه في حالة الدريفاتيزيشن بخلي المادة بتطير بسرعة، وهو بيتفاعل مع معظم الفانكشن جروب أو ممكن كل الفانكشن جروب اللي هو الام اس تي اف اي. يعني مش عايزين يعني نقول كده مبالغة، لو انت عايز تحفظها نقول عليها مصطفى وتريح دماغك، يعني ام اس تي اف اي ده بينفع لكل الريجنت. يعني لو جالك سؤال في الامتحان ازاي تعمل دريفاتيزيشن للكربوكسيل جروب او مركب في ان اتش 2 او اي مركب في فانكشن او الكحول او كيتونز، يبقى انت تختصر المسافه وتقول الام اس تي اف اي وتريح، يعني ينفع مع كل المركبات. سامبل انجكشن سيستم، طبعا الانجكشن اوف ذا سامبل لازم تكبر الانجكتور بلوك ده اللي هو بيتكون من السبتم، لازم تكبر درجه الحراره بتاعته اتليست 50 ديجري سنتيجريد اباف ذا سامبلز كومبوننت، يعني لازم يكبر اعلى من البويلنج بوينت بتاعت السامبل بتاعتي. يعني لو البويلنج بوينت بتاعت السامبل بتاعتي 100 درجه، يبقى المفروض السبتم ده بيبقى 150، عشان ايه؟ بيخلي الماده سريعه جدا ان يحصل لها فابورايزيشن. خلاص. طبعا انا بعمل انجكشن بالسايرنج، دي السايرنج دي متخصصه في الجاز كروماتوجرافي، واحنا استخدمنا سايرنج شبيهه ليها في الثيل لير كروماتوجرافي. بعد كده اللي هو الافن، والافن داخله الكولم، والكولم طبعا لازم لما في فولاتيليزيشن او الماده لازم تبقى فولاتيل، يبقى لازم يبقى في درجه حراره معينه بتساعد الماده ان هي يحصل لها فولاتيليزيشن او فابورايزيشن. يعني الكولم ده طبعا بيتحكم في درجه الحراره بتاعت الافن، بيتحكم في درجه حراره الكولم عشان بيخلي لي درجه الحراره المناسبه ليحصل فابورايزيشن للمادة بتاعتي. الجاز كروماتوجرافي كولم في نوعين منه، باكد كولم ده بيبقى ميد من الجلاس او الستيل ستيلز او الكبر او الالومنيوم، وده بيبقى داخله في بارتيكلز من السولد سبورت زي الجلاس بيدز او فلورو كاربونز او البوليمرز. في عندي الكابيلاري كولمز، كابيلاري كولمز وده هو المستخدم وهو ده الافضل، اللي هو ميد اوف هايلي بيوريتي اوف فيوز سيليكا، وعبارة عن يعني داخل الكولم ده يعني داخله في الكابيلاري تيوب، يعني عندي كابيلاري تيوب وفيها فيوزد سيليكا بارتيكلز. طيب الديتكتور طبعا الفانكشن بتاعت الديتكتور زيها زي بتاعت الاتش بي ال سي بالظبط، ان هي بتعمل مونيتورنج للكارير جاز اللي هو بيعدي من الكولم على طول، بيشوفه وبيرصد الداتا اللي طالعه. ايه الريكوايرمنت اوف ايديال جاز كروماتوجرافي ديتكتور؟ بالظبط زيه زي الايديال ديتكتور بتاعت الاتش بي ال سي، نفس الشروط. طبعا عندي كام نوع؟ عندي اربع انواع في الجاز كروماتوجرافي، ونضيف عليهم الحالي يعني اللي هو الماس، يعني عندك أربعة كانوا زمان بيستخدموا وحاليا يعني أضيف ليهم اللي هو الماس. خلاص. طيب إيه هم الأربعة؟ اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور، والاثنين الكترون كابتشر ديتكتور، وثلاثة الفليم ايونيزيشن ديتكتور، وأربعة نيتروجين فوسفورس ديتكتور. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور انا عندي اثنين بيعملوا ديكريز في الديتكتور، وفي اثنين بيعملوا انكريز. ايه اللي بيعملوا ديكريز؟ اول حاجه اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور ده بيقيس لي الميجر ذا ديكريز ان ذا ثيرمال كوندكتيفيتي اوف كارير جاز ريزلتد فروم ذا نون كوندكتيف انالايت مولكيول. يبقى الانالايت مولكيول بتاعي ده نون كوندكتيف، وبالتالي هيقلل لي اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الكارير جاز. خلاص. الالكترون كابتشر ديتكتور ده برضه بيقلل لي الديتكتور كارنت which is occur when the analyte molecules that tend to capture electrons appear in the gas stream. يبقى الانالايت بتاعي بيعمل كابتشر للالكترون، الالكترون ده هو اللي بيزود لي الديتكتور
ديتكتور كارنت، وبالتالي الديتكتور كارنت هيقل لان الالكترون الموجوده بيحصل لها كابتشر بالانالايت. الفليم ايونيزيشن ديتكتور ده بيزود لي الالكتريكال سيجنال از ا ريزلت اوف ايونيزيشن، بيحصل ايونيزيشن في انالايت وبالتالي الالكتريكال سيجنالز بتزيد. خلاص النيتروجين فوسفورس ديتكتور ده متخصص جدا، اي مركب فيه نيتروجين فوسفورس يجيك في الامتحان يبقى لازم تختار له النيتروجين فوسفورس ديتكتور. يعني انا لما اجيب لك مركبات فيها امين فيها زي السوفوسبوفير فيها فوسفورس مثلا او لازم تختار النيتروجين فوسفورس ديتكتور عشان تعمل له ديترمينيشن بالجهاز. فده متخصص خالص يعني فيري سيلكتيف عن الديتكتور اللي السابقين ليه. يعني دلوقتي بيستخدم طبعا الجاز ماس وده اعلى حاجه طبعا بينفع لكل الناس. خلاص طيب السلكتيفيتي بتاعت الديتكتورز دي مين احسن سلكتيفيتي؟ طبعا ما فيش شك هو النيتروجين فوسفورس ديتكتور، ده بيستخدم للمركبات الكونتيننج نيتروجين اور فوسفورس كومباوند، والسنسيتيفيتي بتاعته كمان عاليه جدا. خلاص السنسيتيفيتي بتشتغل لحد يعني واحد من 1000 نانو جرام، يعني حاجه يعني عاليه. في ياتي بعديه اللي هو فليم ايونيزيشن ديتكتور، وده بنستخدمه للمركبات سي اتش بوند. في عندي للهالوجين اللي هو الكترون كابتشر ديتكتور، ده بيستخدموه حلو خالص للهالوجينز والنيتريت. برضو لو جالك مركب فيه هالوجين او كربون الكربونايل جروب يبقى انا هستخدم الالكترون كابتشر ديتكتور. خلاص الماس طبعا ده بيستخدم الكل الحاجات، والسنسيتيفيتي بتاعت الماس عاليه جدا، بس زي ما قلنا قبل كده ان اي ديتكتور فيه ماس بيبقى يعني باهظ الثمن يعني مكلف. الريكوردر طبعا ده يعني بيحول لي الداتا اللي بتطلع من الديتكتور الى بيكس، والبيكس دي بيسجلها هو عن طريق الكمبيوترايز. ايه الابلكيشن بتاعت الجاز كروماتوجرافي؟ بالظبط زيه زي الاتش بي ال سي، بيستخدم الكواليتيف اناليسيس والكوانتيتيف اناليسيس. الكواليتيف زي ما قلنا انك انت بتعمل سيبريشن ميكشر كومباوند، نفس الكلام بتاعت الاتش بي ال سي بالظبط. بعد كده بيعمل ايدنتيفيكيشن اوف كومباوند، انك انت بتستخدم انون وسينتيك عن طريق اللي هو الريتنشن تايم كومباريزونز. وفي حاجه اسمها البايروليسيس جاز كروماتوجرافي. البايروليسيس جاز كروماتوجرافي انا بستخدمه اساسا للمركبات اللي هي معقده زي البلاستيك والاكريليك والحاجات دي، ان انا بحولها من مركبات معقده من بوليمر الى مونيمر، حاجات صغيره خالص ليها قدره ان هي يحصل لها فابورايزيشن، وبالتالي هعرف اعمل لها ديتكشن بالجاز. وده بيحصل في عن طريق البلاتينم يعني بوتلز ان انا بسخن فيها، او كوارتز عند درجه حراره من 600 الى 1000 ديجري سنتيجريد. خلاص فده بيستخدمه اساسا في البلاستيك، يعني في الاناليسيس بتاع البلاستيك، وده بيعمل يعني حاجه زي الفينجر برينت. خلاص يعني حاجه يعني معروفه مخصوصه لكل مركب من المركبات اللي هي البوليمرز دي. فاحسن حاجه بتعين بها اللي هو الجاز كروماتوجرافي للمركبات البلاستيك والاكريليك والبوليمرز، يعني سينثيتيك بوليمرز الحاجات الضخمه. يعني الكوانتيتيف زيه زي الاتش بي ال سي اللي هو زي ما بقول لك اكسترنال ستاندرد، وبرده الانترنال ستاندرد نفس الفكره بتاعت الاتش بي ال سي بالظبط، يعني سواء في الكوانتيتيشن يعني. طيب ايه الابلكيشن او الاسبكتس اوف جاز ابلكيشن بقى؟ اللي هو الفود اناليسيس، اي حاجه في الفود، الاديتيفز، الكونتامينيشنز، لو في اي سورس للانسكتسايدز مرشوشه على الاكل وبتاع بسهوله جدا اجيبها بالجاز كروماتوجرافي. برضو يعني زي ما احنا قلنا بيستسايد والحاجات دي. دراج اناليسيس طبعا ده اساسي انك انت تقدر تحلل اي دراج، بس زي ما قلت لك بشرط ان هو يبقى فولاتايل. ما كانش فولاتايل يبقى هتعمل له دريفاتيزيشن بالسبيسيفيك ريجنت. يعني
عندي تاني اللي هو environmental analysis. environmental ده اساسا الجاز بيستخدم بغزاره وخصوصا الجاز ماس في الاناليسيس بتاعت الانفايرمنت, سواء الدي دي تي اللي هي الاورجانوفوسفورس كومباوند, لو انت خدتوها في الفارماكولوجي الجماعه بتوع ثالثه يعني, فدي مركبات سامه جدا كان بيرشوها زمان في مكافحه الديدان الموجوده في الكوتون يعني, فمنتشر جدا, كانت تطلع عربيات الرش برضو زمان بيرشوا عشان الناموس, فدي مركبات سامة جدا وبتعمل تأثيرات رهيبة على الجسم وتراكمية يعني. هتلاقي أورجان فوسفورس كومباوند دي ممكن يبقى فترة عمر النصف ليها 20 سنة مثلا يعني, الجسم محتاج 20 سنة عشان يتخلص من 50% من التوكسيك دي. آخر استخدام للجاز كروماتوجرافي في الفورنسيك أناليسيز اللي هو الطب الشرعي, بيستخدموه لأن الجاز لو عندك عينات ضئيلة جدا زي الشعراية, جزء من النيلز, الضوافر, أي جزء بسيط خالص بياخد جزء من الدي ان ايه يقدر يحلله بسهولة في الجاز كروماتوجرافي. وبكده يبقى احنا يعني خلصنا جزئية الكروماتوجرافي كاملة, وأتمنى إن شاء الله أن يكون استفدتوا على مدار الأربع محاضرات أو الخمس محاضرات بالنسبة للجنرال كورس اللي هم ثيرد يير, وأتمنى إن شاء الله أن موضوع الامتحانات يكون سهل زي ما عدى الترم الأول إن شاء الله, ونتمنى لكل الناس تجيب أعلى الدرجات في الكيمياء التحلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, نلتقي إن شاء الله في اللاست إكزام إن شاء الله وفي الشفوي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.